لقطت حاجة كده، في حاجة اسمها شعب الهنزة. ايه الهنزة؟ مش الهندة، الهنزة. تعرف ايه عن شعب الهنزة يا راجل؟ تعرف ايه عن المنطقة يا مرسي؟ رحم الله سعيد صالح، كان فنان جميل، وربنا يدي الصحة لفنانتنا العزيزة سوير بابلين، مدرسة المشاغبين طبعا كلكم حافظينها. وطبعا انا عشان بس بقول مرسي ده كان سعيد، وطبعا عادل امام ربنا يديله الصحه فناننا الكبير، واحمد وهادي جيار رحل قريبا، ويونس الشلبي. يعني شعب الهنزه، راضي ما يعرفش حاجه عن شعب الهنزه، وانا الحقيقه ما كنتش اعرف حاجه يعني، عشان بس نحن نتكلم مع بعض يعني بصراحه. انا خبر لقيته كده، فحبيت اديكم فكره عن حياه، لانه مناسبه مع سيدي براني، لانهم عايشين حياه بعيده شويه او كتير عن التحضر اللي بتعيش فيه بعض المدن عندنا في مصر في العالم يعني. بقول لك يا سيدي، واحد مره كان في المطار، وبعدين معاه باسبور من باكستان، وبعدين لقوه مواليد سنه 30 حاجه زي كده، لكن هو شكله عيل صغير. والكلام ده كان سنة 1984، يعني من حوالي 36 سنة. فقالوا انت منين؟ ايه حكايتك؟ شكله صغير، وبعدين بقى لا نافخ ولا حاطط سيليكون ولا حاطط بتاع ولا أي حاجة غير طبيعي، مسكوا خده كده، أنت نافخ يا ابني؟ قال لهم لا، في حاجة هنا حاطط حاجة، ما حاطش حتى حاجة. هو طبيعي كده؟ طب وإزاي عندك 55 سنة إزاي؟ وأنت صغير كده. وبدأوا بقى يلتفتوا لهذا المكان، مكان هو في 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 باكستان، في يعني قمة جبل عالي قوي جنب يعني الجبل الأوطى من إيفرست على طول، يعني جبل عالي جدا، مش قليلين، حوالي مكتوب الرقم يعني 972 ألف، يعني تقريبا مليون واحد عايشين في المكان دوت. طبعا بقى أول ما اكتشفوا الراجل دوت أبو 20 سنة من غير نفخ، راحوا بقى العالم كله راح يدرس المكان ويشوف ايه الحكايه. وانا بقول لك مكان خلاب، ده سيبك من السياحه، حاجه حلوه جدا. هم مسلمين، يقال حسب ما بداوا يبحثوا يعني انه ممكن تكون كانوا ناس من ايام الاسكندر الاكبر. الاسكندر ده ما قبل التاريخ بحوالي 300 سنه، من ايامه في بعض الجنود او الجيش بتاعه تفرقوا في حتت، ففضلوا في الحته دي مجموعه ناس وعاشوا هناك، وفضل ده من سلالتهم، يقال كلام يعني. لكن بقى لطيف عند عمك الهنزه دول بقى، سيب كل الاسماء والسنين، سيبك من ده كله، ان هم يا سيدي اولا بيفطروا مشمش، ويتغدوا فاكهه وخضروات وبتاع ولبن وجبنه، عايشين على الطبيعه، ما عندهمش اي وسيله من وسائل التحضر اطلاقا، لا كهرباء ولا تلفزيون ولا كل المشكلة اللي عندهم الصحية، انهم عينيهم بتتعب لما يوصلوا كده 90-100 سنة، عشان هم بيولعوا نار جامدة جدا عشان يعملوا عليها الخضار بتاعهم، بيطلوش امل يعني، اكلهم كله صحي. لو ما عندهمش امراض دم، ما عندهمش سرطان، امراض كتيرة جدا مش عندهم اساسا. طب في العالم حصل اوبئة زي الوباء اللي احنا فيه، وحصل من 50 سنة وحصل من 60 سنة، هم ملهمش دعوة، ما عندهمش حاجة خالص. طب الست تنجب عند لغايه كام سنه؟ ممكن لغايه 70 سنه الست تخلف. طب يعيشوا كام سنه؟ يقول لك يعني متوسط العمر يعني مثلا 120، متوسط العمر، لان ممكن ناس تعيش 140 150 165 سنه وبصحه كويسه. ليه بقى يا سيدي؟ وانا بعمل حاجه لطيفه جدا، يا ريت الجماعه اللي ساكنين في الكومبونات والحاجات الاونطه دي يعملوها، لانها حلوه جدا. اولا بيمشوا كتير جدا، هو كل الحياه هناك مفيش مكن، مفيش كهرباء، كل حاجه بتعتمد على ايديهم، رجاله وستات، فده بيخليهم يعني يبذلوا مجهود كويس جدا. تاني حاجه ان هم يمشوا كل يوم حوالي 20 كيلو بس، رحله المشي دي عشان يقطفوا الحاجات والجناين وبتاع، لازم يفضلوا طول الوقت يغنوا ويضحكوا. الاساس بقى ان هم يقعدوا يضحكوا، فده عامل لهم حاله صحيه عاليه جدا جدا جدا. انتوا فاكرين عمنا سيد درويش لما عمل اغاني العمال والفلاحين والناس ديت؟ هم دول يغنوا ويقعدوا يضحكوا، فحياتهم في منتهى السعاده، لا عندهم نور ولا عندهم حاجه ولا عندهم اي حاجه خالص. ويمكن عندنا شويه صور يعني، وادعوا لنا نقدر نسافر يوم في المكان العجيب ده. الناس لما بتبقى عايشه على طبيعتها
بتبقى صحتها احسن كتير. يعني شوف احنا التطور التكنولوجيا والحاجات دي ممكن تسبب لنا وجع قلب كتير جدا. يقول لك ما عندهمش الامراض اللي هي موجوده في معظم بلاد العالم، مش موجوده عندهم. يفطروا مشمش، ياكلوا خضار ني كمان، يعني يحبوا اكل الحاجات النيه. فشعب الهنزه انت تحب تعيش معاهم ولا تحب تعيش في التكنولوجيا اللي احنا فيها دي؟ هو شعب ملفت جدا، واكتشفوه قريب وبيعملوا عليه دراسات كبيره جدا. يمكن لما نروح سيدي البراني مش هنلاقي هنزه، هنلاقي بقى حاجه وسط ما بين شويه تكنولوجيا وشويه حاجات قديمه، ففي لخبطه. انما بتوع الهنزه دول ارجو ان الدول ما تتدخلش فيهم وسيبوهم كده عايشين على السليقه، لانه مش عارف يعني ايه واحد يعيش 165 سنه. يعني تصور واحد دلوقتي عايش في وسطينا من ايام 165 سنه، ده يعني من ايام ايه ده، من ايام افتتاح قناه السويس. يعني عاش افتتاح قناه السويس.